متابعي قناة حلب اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، أهلا بكم. شهد معرض إعزاز الرابع حدثا مميزا في عالم التعليم، حيث نظمت الأكاديمية المهنية للتنمية المستدامة مسابقة ألعاب العقل والذكاء للمدارس العامة والخاصة. جمعت هذه المسابقة 30 طفلا وحكام من مختلف مناطق الشمال السوري، ولم يتم التقيد فقط بحكام مدينة إعزاز بغرض تحقيق أقصى درجات الشفافية والموضوعية في تقييم الأداء. شهدت هذه المسابقة إعدادا دقيقا، حيث تم تدريب الأطفال المشاركين لمدة 6 أشهر، وذلك بهدف تنمية قدراتهم وتعزيز مهاراتهم العقلية. وجميع هذه الألعاب تعتمد على الذكاء الفكري والإبداع. بجهود مكتب التعليم في مدينة إعزاز وريفها تم تنفيذ مشروع تفعيل مدرسة الخوارزمي الصغير، وهو مكمل للجهود الرامية لتنظيم وتحسين البيئة التعليمية في المدينة. تم وضع هذه المدرسة في مكان مناسب بالحي الشرقي لخدمة المنطقة وتسهيل وصول الأطفال إلى مكانها، وهذا الإجراء يأتي في سياق تلبية مطالب الأهالي لتأمين التعليم لأبنائهم وخلق بيئة تعليمية ملائمة لهم. إدارة معبر جرابلس الحدودي أوضحت تفاصيل الإجازة الصادرة من المجلس المحلي لمدة شهر لجميع السوريين في تركيا، بغض النظر عن كونهم حاملي كملك أم إقامات. الرسوم تبلغ $100 للفرد سواء كان طفلا أم كبيرا. مدة الإجازة شهر واحد على الأكثر، مما يتيح لهم الدخول والخروج في الأوقات التي تناسبهم خلال هذه الفترة. نظام الولاية هو عين تاب، وحاملي الجنسية لا يتأثرون. يعتمد التسجيل على الإجازة يدويا، ويمكن تفويض شخص للتسجيل. يجب ملاحظة أن التسجيل يتم يدويا ولا يتوفر رابط أو رقم تواصل لذلك. هذه إحاطتي لليوم، دمتم بخير.